مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، وهي حلقة نهاية الأسبوع ليوم الخميس 4/8/2022. هيبقى عندنا فقرة حوار النهاردة بخصوص حوادث طرق، ولسه كان عندنا من يومين حادثة كبيرة قوي. هيشرفنا فيها الدكتور محمد الصادق، أستاذ الهندسة هندسة الطرق واستشاري دولي للطرق. هنتكلم شوية عن يعني ماذا قدمت الحكومة في الفترة القريبة الماضية، وإحنا بنتابع الملف ده كل فترة، وهنتكلم شوية المواطن يتحمل قد إيه، لأنه في حوادث طالت كمان عدد من السياح، وده طبعا مش كويس خالص على حتى سمعة مصر. يعني ده بالنسبة لفقرة الحوار الرئيسية. خلينا نبدأ على طول في أخبارنا باجتماع السيد الرئيس النهاردة برئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. الرئيس وجه بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بهذه المبادرة عشان يبقوا فاهمين مين اللي من حقه يدخل المبادرة دي ويعمل العمليات بسرعة وما ينتظرش شهور طويلة، وتعريف هؤلاء المواطنين بكيفية الاستفادة من المبادرة بطريقة بسيطة وسلسة ما يساهم في رفع المعاناة عن الكاهل الشعب وبالذات المرضى. ووجه الرئيس كمان بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة عمله. طبعا دي مسألة مهمة جدا عشان الأطباء بيشتغلوا في ظروف صعبة، وحصل قبل كده كذا مرة محاولات لتحسين بيئة العمل بتاعتهم وتحسين أجورهم، لكن يعني برضو لسه محتاجين كتير. الخبر اللي بعد كده دكتور خالد عبد الغفار أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال النهاردة أن الاجتماع اللي عقد مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء شهد استعراض آخر المستجدات بخصوص جهود وزارة الصحة. تعالوا نخرج نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. النهاردة كان في لقاء هام جدا مع فخامة رئيس الجمهورية الحقيقة في حضرة دولة رئيس مجلس الوزراء. بدأنا الجلسة بالتعليق على آخر مستحدثات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وطلع سيادته على قوائم الانتظار واطمئن سيادته على المعدلات التي تتم من خلال المبادرات الرئاسية، 12 مبادرة رئاسية، وبالخلاف قوائم الانتظار اللي قدرنا ان احنا نعمل في فترة سنوات قليلة ماضية اكتر من 1,300,000 عملية جراحية من العمليات المتقدمة، ايضا بتكلفة مالية قدرت بحوالي اكتر من 11.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة. وجه سيادته باستمرار دعم المبادرات الرئاسية وتوفير التمويل اللازم لضمان حسن واستمرار هذه المبادرات لتقديم خدمات صحية وتحسين جودة الحياة للمرضى والانتهاء من القوائم الانتظار حتى لا تتزايد عن من أسبوعين لثلاث أسابيع. أيضا تم عرض كثير من المشروعات الخاصة بمعهد ناصر وتطوير معهد ناصر والمدينة الطبية، بالإضافة إلى المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ظل استعداد الوزارة لبداية العام الدراسي القادم لدخول 11 جامعة أهلية جديدة بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية مع 6 جامعات تكنولوجية، أطمئن السيدة الرئيس على الحسن والالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بهذه الجامعات حتى تستطيع أن يعني تبدأ الدراسة في خلال 1 أكتوبر كما أعلنت وزارة التعليم العالي من قبل. وفي هذا السياق وجه زيادته أن تكون البرامج المقدمة من خلال هذه الجامعات هي برامج حديثة ومحدثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل
المحلي والإقليمي وأيضا العالمي فيما يخص التخصصات التكنولوجية الحديثة، كما وجه سيادته أيضا أن يكون هناك حوافز لهؤلاء الطلبة في الاشتراك في هذه البرامج، سواء من خلال منح دراسية مقدمة، منح بالكامل أو منح دراسية مجزأة لهؤلاء الطلاب، لتشجيع الطلاب وأسرهم على الالتحاق بهذه البرامج الهامة جدا لمستقبل ليست فقط مصر ولكن أيضا لمستقبل التكنولوجيا في العالم. كما وجه سيادته أيضا أن يكون من خلال هذه البرامج الدراسية المقدمة أن يتم وضع بعض الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجاميع حتى يتم تشجيع الطلاب للالتحاق بهذه البرامج من خلال منح دراسية ومن خلال أيضا بعض الحوافز الدراسية المكتملة. وبالتالي جامعات التكنولوجية أيضا الست جامعات التكنولوجية التي تنضم إلى الثلاث جامعات في تخصصات جديدة وفي تخصصات تتماشى مع احتياجات الأقاليم التي أنشأت من خلال هذه الجامعة، كل هذا كان يعني يدور من خلال اطمئنان سيادة الرئيس على، كما وجه سيادته أيضا بالاستمرار ودعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة والعلوم التكنولوجية، واطمئن سيادته على حسن الاستعداد لبداية العام الدراسي القادم والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد إن شاء الله ظهور نتيجة الثانوية في العام القادم وإتاحة أماكن في كافة الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية حتى تكون متاحة لكافة الناجحين في مرحلة الثانوية العامة. أشكركم شكرا جزيلا. دكتور أحمد حسنين نقيب أطباء الجيزة، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بك أستاذ هاد. يعني حضرتك شايف أنه هذه الحوافز الإيجابية اللي وجه بيها سيادة الرئيس من شأنها فعلا أن تحسن بيئة العمل للطبيب المصري وتخليه يعني زي زمان يسارع بأنه يبقى موجود في المستشفى الحكومية وبأمانة كده يقتص من شغله في المستشفيات والعيادات الخاصة؟ أنا في بداية كلامي بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على دعمه الكامل لمنظومة الصحة في مصر. حقيقي أن منظومة الصحة في مصر حمل ثقيل، ولكن سيادته وعد إن شاء الله بتطوير منظومة الصحة في مصر وبدأها بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والدعم لقوائم الانتظار. عارف حضرتك قوائم الانتظار أن في ناس بتستنى دورها في العملية بالسنة، ولكن دعم سيادة الرئيس في الفترة الأخيرة ده له شقين. الشق الاول اللي هو دعم المرضى نفسهم ودعم المريض في ان هو يلاقي فرصته في العلاج في اقرب وقت، ما يتاخرش، ما يفضلش مستني شهر وشهرين وثلاثه. دي بالنسبه للمريض المصري وحقه في الحصول على علاجه ودوائه. تمام. اما بالنسبه للطبيب فده دعم الطريق غير مباشر اللي هو زياده الحافز المادي للاطباء من خلال العمل في قوائم الانتظار. يعني اللي هيشتغل في المبادره دي يطلع له حوافز اكتر. طبعا طبعا، بس دول برضو مقتصرين على نوعيه معينه اللي هو الجراح وطبيب التخدير مثلا، مش كده؟ لا لا يا فندم، بتاخد فيه كل الناس لان بتتقسم الفلوس على كل اللي موجودين داخل المستشفى حتى التمريض. يعني المستشفى اللي بتنضم لمبادره قائمه الانتظار، صح؟ نعم، بيستفيد كل العاملين في المجال الصحي فيها. اوكي، ومبادرة سيادة الرئيس دي بتعتبر فعلا تاج فوق رؤوس جميع الأطباء والرد على كل الناس اللي في الفترة الأخيرة بدأوا يشككوا في مقدرة الطبيب المصري. ولعلم حضرتك الطبيب المصري هو أحسن طبيب على مستوى العالم طبعا، من حيث القدرة والكفاءة العلمية والفنية. معلش، هو احنا معروف كده في مجتمعاتنا انه الغلطة الواحدة في تاريخ طويل ناصع البياض هي اللي بياخدوها ويكبروها، لكن طالما الطبيب بيشتغل بأمانة وبضمير صالح وبإخلاص لله وللوطن وللمريض هو نعم، مش هيفرق معاه اي كلام يتقال طالما هو ماشي صح. نعم، وتقدير سيادة الرئيس وحافز تحفيزه لينا ده اكبر رد فعلا طبعا. وده تاج زي ما بقول لحضرتك فوق رؤوسنا جميعا، ونتشرف ان سياده الرئيس يكون هو المشرف بنفسه على تطوير المنظومه الصحيه داخل مصر. انا بثمن كلام حضرتك دكتور احمد حسنين نقيب اطباء الجيزه، بشكرك وبثمن كلامك في انه ممكن جدا اجراء زي ده يتخذه يعني وزير الصحه، ممكن اجراء زي ده يتخذه رئيس مجلس الوزراء، اما ان يهتم الرئيس بنفسه ده يعتبر فعلا اسكات
وتأكيد إسكات للأقاويل اللي بتتكلم على الطب في مصر، وتأكيد لعظمة وقيمة الطبيب المصري، وإن هو في عينين مصر لكن مش قادرة دلوقتي توجد له البيئة الصالحة للعمل، سواء كانت بيئة لوجستية بتجهيزات بأماكن في المستشفيات كافية بعدد كافي من غرف العمليات، عدد كافي من أجهزة التنفس، سواء كان البيئة الاجتماعية اللي هي إن الدولة ما تسمحش باتهامه بالشكل ده، طبعا الطبيب بشكل عام بشكل مجرد، سواء كانت بقى البيئة المادية اللي هي الاقتصادية اللي هي ما يتناوله أجرا عما يفعل. لكن الطبيب يعني إذا كنا إحنا في مهنتنا البسيطة دي وبنحس إن إحنا من وعي الناس، ده شيء عظيم وشيء كبير جدا، فما بالك الطبيب اللي عارف إن هو بينقذ حياة إنسان، ده شيء رائع وعظيم جدا عند الخالق والمخلوق. وإحنا بنشوف الأطباء وطريقة تراحمهم وتعاملهم مع المرضى، وبنشوف المراكز اللي بتتبع وزارة التأمينات، مراكز الصحية اللي عملها أصحابها لا لشيء إلا لمجرد أن تقدم خدمة طبية، وبنشوف الأمانة وبنشوف الشطارة وبنشوف التميز. طبعا ده مش محتاج كلام، وغلطة واحد أو اتنين لا تهدم أبدا عظمة الصرح الطبي المصري العظيم بكل مهنه. مصر رحبت بالبيان الصادر من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، واللي بيتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين. وأعربت مصر عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد لتمديد مدة وقف إطلاق النار والهدنة في اليمن، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس. وأضاف البيان: مصر بتتطلع إلى أن يسهم هذا التمديد في التوصل لتسوية شاملة للأزمة في اليمن، ودعم مبادرات الحل السياسي بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ تطلعه للأمن والاستقرار والرخاء. الأستاذ عبد الكريم المدي، الكاتب والإعلامي اليمني والمتخصص في الشؤون اليمنية، أهلا بحضرتك معنا. مساء الخير أستاذ إيهاب عليك وعلى المشاهدين الكرام في مصر عروبتنا وعلى امتداد وطننا العربي الكبير. أنا قلت اسم حضرتك صح؟ قلت صح. طيب صح، كتر خيرك. أستاذ عبد الكريم، يعني حضرتك شايف أنه الهدنة هي مجرد وقف لإطلاق النار، أم هي الهدنة التي ننشدها اللي بيتبعها مسارات سياسية متقدمة لكي ننتهي بقى من هذا الكابوس؟ الحقيقة يعني أنا كنت عارف أنه ده هيطول قوي 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 في اليمن، ولما تشرفت في بداية الألفية الجديدة بزيارة اليمن يعني حسيت أنه في مسببات ومقومات ممكن تطيل أمد هذا الصراع، لكن حياتك شايف إيه اللي بيحصل دلوقتي مع الجهود المصرية الكبيرة والجهود الأممية وكذا طرف الحقيقة بيحاولوا يحلوا أزمة اليمن؟ تحية لك أستاذ إيهاب ولمصر التي دائما ما تعبر عن مكنونات اليمن وشعب اليمن وطلاب اليمن وأكاديمي اليمن وخيرة أبناء اليمن تعلموا في مصر وتعلموا على أيدي مصر. أنا أقول لك في الواقع، أنا كيمني والله أريد السلام، إنه يوقع اليوم وتحقن الدماء ويتحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وفي باب المندب والبحر الأحمر، لكن ميليشيات الحوثية في الواقع لا تلتزم بالسلام ولا تؤمن أساسا بحقوق الإنسان ولا تؤمن يعني حتى بميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة، ولا تؤمن بالشعب اليمني كشعب يقاوم هذا السرطان الذي هو آتي من خلفيات ثقافية معينة لا تنتمي للشعب اليمني ولا للقبيلة اليمنية ولا للشعب اليمني الذي تحققت ثورته في 26 سبتمبر من العام 1960. ميليشيا الحوثية تعتقد بأن الهدنة ممكن أن تخدمها للتجيش، تجيش الأطفال. طب اسمح لي يا أستاذ عبد الكريم، أنا طبعا فاهم زيها زي أشبهها في سوريا والعراق ولبنان، وأنا عارف بيعملوا إيه وبنقول ده باستمرار، لكن عايز أسأل حضرتك، حضرتك قصدت الانتماء السياسي ولا ماذا قصدت بالخلفية الثقافية التي لا تمت لليمن بصلة لو سمحت لي؟ يعني أنا أقصد الخلفية الثقافية والسياسية مرتبطتان بإيران
بإيران بالضبط، مرتبطة بإيران ارتباط وثيق جدا. وأنا على فكرة أنا كنت في اليمن إلى 13 ديسمبر في العاصمة صنعاء، أنا كنت متواجد إلى 13 ديسمبر من العام 2017 في العاصمة صنعاء، وأعرف هذه الميليشيات تماما تماما. طيب. هذه ميليشيات لا تؤمن أساسا بالشراكة، لا تؤمن طبعا طبعا زي مسيلتها. بس خليني أسألك على حاجة، يعني احنا عدينا مرحلة وصف هذه الميليشيات لأنها مفهومة ومعروفة وموصوفة، بس دلوقتي انتوا ككتاب وكصحفيين وكمثقفيين يمنيين وعندكوا عدد طيب جدا من المثقفين الكبار في الوطن العربي، ليه ما ترفعوش عرائض بأصل هذه الفئة؟ لأن هم بيتعاملوا على انها ده فصيل أساسي يا جماعة وأصيل من الشعب اليمني، والشعب اليمني بيتخانق مع بعض، والشعب اليمني مش شايف لنفسه حل، ودول جزء أساسي. أنا عارف من يصنع اللعبة ولماذا يصنعها، عشان في الآخر يقعدوا على الترابيزة ويقول لك يلا خش خد جزء من التورتة بعد ما نبطل حرب بقى وهنعمل حكم. لكن انتوا لازم تتحركوا ولازم تجمعوا عرايض حتى من الشعب عشان يتعرف نسبة الرافضين للحوثيين من الداخل اليمني. أنا معك أستاذ إيهاب، والله معك بجد، بس إحنا رفعنا أعراض كثيرة جدا، وأصواتنا في القنوات العربية في وسائل الإعلام الوطنية والعربية والخارجية والداخلية نرفع دائما أعراض ونقول هذه ميليشيات أساسا عنصرية، نحن أساسا لسنا عنصريين في اليمن، لسنا عنصريين طبعا. الشعب اليمني لو عرف شعب طيب جدا، شعب طيب جدا جدا، شعب شديد الطيبة ومتسامح جدا جدا، متسامح وطيب ومؤمن بكل مختلف، حتى مختلف سياسي او مختلف عرقي او ديني، مع انه لا يوجد في اليمن عرقيات اساسا، لا يوجد عرقيات، لكن الشعب اليمني متفاهم جدا ومتعايش جدا، وعلى طول يمكن 7000 سنة، والثقافة والتاريخ والموروث اليمني هو مشترك في المنطقة أساسا، مشترك في المنطقة مع الأشقاء في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي كل منطقة. شعبنا قد يكون عنده تفوق في مسألة التسامح مثله مثل الشعب المصري، لكن هذه الميليشيات لا تؤمن أساسا باليمني، لا تؤمن بخطيب الجمعة، لا تؤمن بالمدرس. أنا أريد أقول لك يا أستاذ إيهاب، تقريبا وقتكم ليس طويل في هذه المقابلة، أنا أقول لك اليوم ميليشيات الحوثية فصلت 20,000 معلم يمني لأنهم لا يتبعون ولاية الفقيه، لا يتبعون إيران، لا يتبعون السلالة والعنصرية. هذا أمر خطير جدا جدا، ويستهدف اليمن ويستهدف المنطقة وأمن المنطقة والعالم. إذا ما أراد العالم أن يفهمنا والأمم المتحدة أن تفهمنا، فعليهم أن ينتبهوا لهذه الجماعة الإرهابية. طيب أنا بشكرك يا أستاذ عبد الكريم، بشكرك، وما زلت بحط على حضرتك وعلى زملائك من الكتاب ومن المثقفين اللي التقيت منهم الكثير، انتوا شعب صاحب حضارة عريقة، ان انتوا اللي مسؤولين توصلوا صوت الشعب اليمني. بشكرك جدا استاذ عبد الكريم الميدي، الكاتب والاعلام اليمني والمتخصص في شؤون بلاده بالطبع. والحقيقة انه لابد ان يتاح، ارجع تاني واقول، استمرت أمريكا في أفغانستان 20 سنة، لو كانت أرادت لهذا الشعب أن يكون على خريطة الحياة لكانت استطاعت أن تفعل، لكن مفيش حد هيعمل لك إلا اللي أنت تقدر تعمله لنفسك. أنتم تحتاجون إلى كثير من التعليم، تحتاجون إلى كثير من احترام قيمة العمل، تحتاجون إلى كثير من نفض الكسل، تحتاجون كثير من الاهتمام بالشباب الجديد اللي بيدرس طب واللي بيدرس هندسة واللي بيدرس إعلام واللي بيدرس سياسة في دول أوروبية وفي مصر. أرجو أن يصل صوت الشعب اليمني ولا يعود العالم يتعامل مع الحوثيين على أنهم فصيل أصيل من هذا الشعب، بل زي ما قال أستاذنا عبد الكريم الميدي ميليشيا إرهابية. النهاردة وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة على عدد من القرارات، وناقش مشروعات قوانين وقرارات وزارية مهمة تهدف لنهضة على كل مستوى في مصر، وتهدف لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي
وتشجيع الاستثمارات، رئيس الوزراء بيجدد في مستهل الاجتماع الإشارة لجهود مختلفة لأجهزة الدولة في التعامل مع التحديات اللي بتفرضها الأزمة العالمية الحالية. نشوف الفيديو بعدها ناخد تليفون بخصوص هذا الاجتماع. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة على عدة قرارات. هي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978. وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد: الأولى مادة 93 مكرراً 3 بند 2 والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوية، وأصبحت تنص على أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوية، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائية. كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً 4 والتي تخص إجازة إعادة تعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء. ويجوز في حالة الضرورة إعادة تعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء، ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية، ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. كما نص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً 6 تنص على أنه يجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها، وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغل المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25 فداناً فاصل 35 من 100 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجستية لتبادل السلع. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. يعني أنا بس عايز أناقش مع حضرتك الكام نقطة اللي شفناهم مع بعض في الفيديو بخصوص تعديل في قانون العاملين بالأزهر، وعايز كمان حضرتك تكلمنا عن إيه فكرة خطة ترشيد الطاقة. بس سريعا كده، فكرة أنه 93 مكرر 3 اللي هي شروط التربوية الخاصة بشروط المعلمين والتعيينات كمعلمين أو معلمين مساعدين في الأزهر، ثم المعلم المساعد
لازم ياخد شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأخيرا فكرة أن يعرض شيخ الأزهر على مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء يمكن الإعلان عن وظائف شاغرة في منطقة أزهرية محددة، ما تبقاش الأمور يعني إيه في كل المناطق عشان ما يحصلش تكدس في مناطق دون أخرى. هل هذه التعديلات بتعني أنه هذه الأمور كانت يعني فيها بعض السيولة أو عدم الانضباط الكافي، أو كانت بتحمل على ميزانية الأزهر أو الدولة بشكل أكبر، ولا إيه تصور حضرتك؟ لا، هو طبعا لا يخفى على سيادتك وحضرات المشاهدين أنه إحنا بصدد عملية تطوير العملية التعليمية بصورة شاملة. وزي ما شفنا في قطاع التربية والتعليم في وزارة التابعة لوزارة التربية والتعليم بيتم عملية تحديث وتطوير مناهج التعليم وشروط القبول وشروط التدريس وشروط الضرورة يعني اللي بيجب توفرها في المعلمين ومساعد المعلمين. كل دي أمور جديدة لم تكن موجودة في وزارة التربية والتعليم، وبالطبع ما كانتش موجودة في قطاع التعليم الأزهري. قطاع التعليم الأزهري كان مجرد أي حد يتقدم للتدريس في المعاهد الأزهرية سواء كان من خريجي الأزهر أو من خريجي جامعات أخرى كان بيتم تعيينه دون يعني شروط المؤهل، ويمكن التخصص ما بيكونش دقيق 100%. ده حتى المؤهل كمان يعني المؤهل كمان ما كانش وصل لمؤهل عالي في كتير من الحالات. بالضبط، ما كانش مؤهل عالي يعني في العديد من المعاهد الأزهرية. كان ممكن مؤهل متوسط وبيتمارس التدريب، وده طبعا بيضعف مستوى التدريس للطلبة اللي طالعين. طبعا المخرجات بتكون ضعيفة جدا، والمسألة ما كانتش بالصورة يعني كانت بقالها سنوات طويلة جدا على هذا الأساس، وما كانش بيخرج النهاردة كل شيء تطور. هناك في تطوير في التعليم وطرق التدريس وإعداد المعلم، ما كانش عندنا مدرس مساعد، ما كانش عندنا أكاديمية لتدريب المعلمين، ما كانش عندنا عملية التخصص، ما كانش عندنا الجزء التربوي في العملية التعليمية، وده مسألة خطيرة ومهمة جدا جدا. فكل الأمور دي تعديل هذا القانون كان ضروري ويمكن تأخر كثيرا، لكنه بعد ما قطع مشروط كبير في تطوير التعليم وفكرة الإشراف من مجلس الوزراء أعتقد أنها تكون أكثر دقة من مجرد الإشراف من داخل القطاع الأزهري التعليم. بالضبط كده، لأنه علشان برضه عملية التعيين وقصر التعيين على مناطق معينة ده برضه منعا للاغتراب، ويبقى ندي فرصة لأبناء المحافظة اللي فيها معاهد تعليمية أزهرية محتاجة لمدرسين ياخدوها من أبناء المحافظة وليس من محافظات أخرى، بيقلل الاغتراب وبيقلل التأثير على العملية التعليمية وبيساهم في رفع مستوى العملية التعليمية والخريجين. طيب فكل دي أنا بعتقد أمور مهمة جدا جدا. طيب كلمني، كان من الواجب بعد إذن حضرتك بقى كلمني عن فكرة خطة ترشيد الطاقة، وهل هي خطة حكومية في داخل المكاتب أم أنها خطة للمجتمع كله، وهل تفرض على المواطنين أعباء جديدة؟ إيه التصور بتاع الحكومة؟ لا على العكس تماما، هذه خطة ترشيد استهلاك الطاقة دي يمكن تخفف الأعباء عن المواطنين، بمعنى أنه كلما انخفض خفضنا عملية استهلاك الطاقة الكهربائية كلما وفرنا مئات الملايين من الدولارات اللي احنا في أشد الاحتياج إليها، وكل يعلم هذا، لأنه لما بيكون في خفض في استهلاك الطاقة يعني خفض في استهلاك الوقود، هذا الوقود خاصة وإن حوالي 99% من محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية بتعمل بالغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي كلنا نعلم الأزمة العالمية اللي بتعانيها أوروبا والرعب من الشتاء القارس القادم، بيحتاجين لغاز لتشغيل أجهزة التدفئة والماكينات والمصانع. طب إيه كيفية هذا الترشيد؟ ما هو مفهوم طبعا ترشيد، أنا عظيم. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بتكلم دلوقتي عن ترشيد المواطنين. ترشيد المواطنين هيقلل الاستهلاك، هيقلل استهلاك الوقود، هيتم تصدير هذا الوقود إلى الخارج، هيجلب لنا عملة صعبة. تمام، ده بالنسبة للمنازل، وهيخفض فاتورة استهلاك الكهرباء اللي الجميع بيصرخ منها. شيء طبيعي، أنا كمواطن أستطيع أن أنا أخفض من قيمة الفاتورة وأقلل استهلاكي وأرشد استهلاكي. مفيش أجهزة تكييف ما شغالة على غرف مغلقة ما فيهاش حد، مفيش إضاءة بدون أي استخدام، مفيش استخدام أجهزة كهربائية على عمال على بطال،
ما فيش تلفزيونات مفتوحة. طب اسمح لي يا فندم، بما انها تحولت لخطة بتناقشها الحكومة، اذا في بنود، كيف تقنع او تجبر الحكومة المواطنين على هذا الترشيد؟ ايه الخطة؟ الحكومة، هقول لحضرتك، الحكومة لن تجبر المواطنين، ولكن ايصال الكهرباء، ايصال استهلاك الكهرباء هو الذي سيجبر كل مواطن على ان يخفض استهلاكه، لان الناس بتشتكي بتقول الفاتوره عاليه والاستهلاك والفلوس كتير والاسعار عاليه جدا. طب انت من مصلحتك ان انت ترشد استهلاكك بطريقه ان انت هيكون نتيجتها في صالحك، انت هتوفر لك فلوس، يعني انا افهم بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، انا افهم ده في اطار يا اما تنويري ان احنا نعتمد حملات معينه للتوعيه، يا إما نعلي قيمة الكهرباء، وده اللي هيحصل كمان أربع شهور غصب عننا. بالضبط كده، أنت النهاردة يعني القيادة السياسية يعني استشعارا منها بيعني ظروف المواطنين أجلت رفع الشريحة في سعر استهلاك الكهرباء عشان الضائقة اللي فيها المواطنين وفيها العالم كله. فما يمكنش ان انا الحكومه قلبها عليا وانا مش قلبي على نفسي. صحيح. ولا على الحكومه. بشكرك يا فندم. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للحكومه، الحكومه عليها ايضا دور كبير جدا في ترشيد استهلاكها من الكهرباء طبعا، في المصالح الحكوميه وعدم تشغيل اجهزه التكييف في جميع غرف الوزارات والشركات والهيئات والمصالح الحكوميه، وبتبقى شغاله طوال 24 ساعه والموظفين مش موجودين فيها، واخد بال حضرتك؟ شكرا. ايضا الانديه والمراكز الشباب واضاءات مستمره طوال الليل، ده لازم يتم ترشيد هذه الاماكن، ده هيوفر مئات الملايين من الدولارات للحكومه والدوله، وبتعود في النهايه على الشعب المصري. شكرا لوضوح حضرتك وكلامك القوي الصريح، ان الحكومه محتاجه ببساطه ان واحد يمشي في كل مكتب، مش عيب، في كل دول العالم بيحصل كده، واحد بيمشي في الشارع يشوف العربيات لو ركنه بعد الخط الابيض او لمس الخط الابيض بتعمل مخالفه، يمشي واحد يعدي كده الاوضه اللي فيها تكييف يتاخد مخالفه، الاوضه اللي فيها اضاءه او النادي او مركز الشباب اللي فيه اضاءه ملعب ومحدش بيستفيد بيها يتاخد مخالفه، وبعد كده نشوف مين اللي هيدفع المخالفات. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشماع للتعليق على اهم ما جاء بقرارات اجتماع الحكومه اليوم. واروح مع حضراتكم للذكرى الثانيه لفاجعة انفجار مرفأ بيروت أو ميناء بيروت اللي شهدها لبنان في 4 أغسطس، أو يعني كارثة 4 آب المشهورة 2020. الانفجار صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، أسفر عن 200 قتيل و6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتوصل التحقيقات حتى هذه الساعة إلى تحديد الجناه، بل أنها توقفت منذ أكثر من 5 أشهر. إذن الأستاذ عبد الله مسلم من لبنان، أهلا بيك معانا. أهلا، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ عبد الله. إذن مرفأ بيروت انفجاره خلف كارثة أكبر مما ذكرنا، وهي أننا لم نصل إلى شيء، وأنه هناك عرقلة للتحقيقات لكي لا نعرف الحقيقة التي يعلمها الجميع. مساء الخير استاذ ايهاب، لكل برنامجك مساء الخير، وكل الشعب المصري اللي دائما بيتابعونا وبتتحسسوا معنا بكل المصائب والمناسبات، وهذا مش غريب على مصر، مصر ام الدنيا والشقيق الاكبر للبنان والدول العربيه. الحقيقه المره انه حتى بعد مرور سنتين انه نتفاجئ ايضا انه انهيار جزء من الصوامع القمح بالتحديد سقطت في هذا اليوم، هو الذكرى الثانيه في 4 آب، وهذا دليل انهيار، ليس انهيار بناء او تفجير مرفأ، بل انهيار في العدالة، انهيار في الامل انه الانسان المواطن ان يصل الى الحق، من هو المجرم ومن هو المسيء. بكل اسف يعني نعاني بلبنان بقالنا فترة، وكأنه هذا البلد مكتوب عليه بالانهيارات المتتالية، وكأنه شيء مرسوم له، وما حدث اليوم هو شيء محزن وذو دلالات عميقة، وكأنه يعني من الحق أنه انفجار أو تفجير مرفأ بيروت كان مقصودا في طريقة ما، وخاصة أنه خلال سنتين التحقيق توقف ويعدلون ويبدلون بالقضاء ويعترضون ويقدمون مرافعات ومدافعات واعتراضات ودفوع كي لا يستمر التحقيق أو كي لا تبان الحقيقة.
الحقيقة إنه 220 شهيد لهم أهل، لهم أزواج، لهم أبناء، لهم أجداد وأباء. الحقيقة إنه مر إنه اليوم صادفنا كمان بانهيار جزء من الصوامع، وكأنه مطلوب إزالة هذا المعلم لمحوه من ذاكرة التاريخ الشعب اللبناني. يعني هذا الكم من القمح الذي ضاع في هذا الانهيار، يعني أصلا لبنان مش ناقص جوع، هل يمثل كارثة جديدة على اللبنانيين الأشقاء؟ صحيح صحيح صحيح، هذا أكبر دليل. القمح الموجود بالصوامع بقاله سنتين، لبنان يعاني من أزمة غذاء، من أزمة طحين، من أزمة الخبز العيش. أيوه. وتبين أن الصوامع مليئة بالقمح، والحكومة والأنظمة ما عملتش الحد الأدنى أنه تستخرج هذا القمح من الصوامع وتستعمله للشعب. يعني حتى ضحوا بالقمح الموجود، وضحوا يعني استهتار بعقول الناس الحقيقة، واستهتار بكل القيم الإخلاقية. يعني تصور أنه انفجار يحصل، تقصير في الإداء، تقصير في الحكم، تقصير في القضاء، تقصير في العدل، حتى تقصير في لقمة عيش المواطن الإنسان العادي البريء. حقيقة نرسم علامات استفهام حول مصير لبنان في ظل هذه المعمعة في الشرق الأوسط، الذين يتكلمون عليه الشرق الأوسط الجديد أو البديل، وخاصة حاليا يعني يستعمل قصة أوكرانيا كون أوكرانيا بلد مصدرة للقمح، ويحكوا عن الأزمة الغذائية، ويحكوا عن انقطاع العيش، والقمح موجود بصوامع مرفق بيروت بقاله سنتين. يعني أستاذ عبد الله، الشعب كله بيذكرها. يعني إلى ما يظل هذا الشعب المسكين يدفع ثمن مسؤوليه وتعنتهم؟ يعني يعني الحقيقة ما عادش في كلام نحكيه، وأنا بتابع برنامجكم أداسة البابا تودروس الثاني، كان له مقابلة في هذا المساء، والموضوع بيخلينا أن نتجه إلى العدالة السماوية. وكأنه قدر هذا الوطن الجريح اللي هو وطن الله ملوش حل إلا أنه الشعب المؤمن يلتجئ إلى الصوم والصلاة، لأنه هذا الجنس من السياسة أو هذا الجنس من الإجرام والاعتداء على البشر لا يستجيب ربنا أنه يدافع، أنه يشيله من بين الشعب إلا بالصوم والصلاة. هذا أملنا الوحيد، أنه لبنان مش ناقصه إلا معجزة ربانية، لأن الوضع السياسي والنظام اللي راكب والفساد المستشري والأنظمة المستبدة وحكومات ما بتتألفش، وإذا تشكلت الحكومة الحكومة ما بتشتغلش، وكل مرة يتقدم مسار التحقيق يعني يخلق أو يخرج من جعبة السياسيين حجج واهية ويمرروها على الناس، والناس ما بيدها حيلة. صحيح، بعد كلام حضرتك مفيش كلام يتقال، الله وحده يستطيع أن ينقذ هذا البلد الجميل الذي ظل آمنا لآلاف السنين، مش بس لمئات السنين، وكان دائما مكان يعني لمعرفة الجمال والتمتع بالطبيعة والتمتع بالهبات الربانية الكثيرة اللي أعطاها الله للبنان. الله يكون في عونكم يا أستاذ عبدالله. شكرا جزيلا للباحث اللبناني والحقوقي الأستاذ عبدالله مسلم. البيت الأبيض قال النهاردة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كامبوديا. في وقت سابق قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبا النهاردة الخميس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع. وكشفت لوبا في مؤتمر صحفي أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا، وأن العقوبات تكللت بالفشل التام. وأعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها. ما زال الحديث لماريان لوبا. وقالت كمان لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية بما في ذلك فرنسا. طبعا ده يعني موضوع مش جديد، ولأن اللي بينتج أكله محدش يقدر يركعه، وروسيا بتنتج أكلها، بل بالعكس ده هي بتنتج أكل العالم وبالتحديد أكل أوروبا. عشان كده مش ما فرقش معاها العقوبات وما زالت صامدة حتى الآن. وزارة الخارجية التايوانية أدانت بشدة الأفعال العسكرية الصينية، وأكدت أن إطلاق الصواريخ من بكين يزيد من التصعيد في المنطقة، وده الموضوع اللي احنا بنناقشه مع حضراتكم امبارح والنهاردة. الوزارة وزارة الخارجية التايوانية قالت الصين بدأت في نسخ نموذج كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ،
ودعت المجتمع الدولي لإدانة التهديدات العسكرية الصينية. كان الجيش التايواني أعلن اليوم أن القوات الصينية أطلقت عدد من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، وأشار إلى أن الجيش الصيني توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان. دكتور غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. هل هذه الخطوة من وزارة الخارجية التايوانية هي الخطوة المنطقية التالية لزيارة نانسي بيلوسي لتايوان وتأييدها وحديثها عن الديمقراطية النابضة في تايوان ضد الاستبداد الصيني؟ طبعا لا نستطيع أن ننكر أن زيارة رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي هي التي عملت على تأهب وتصاعد وتوتر الأوضاع ما بين الصين وتايوان، وخاصة أن الأوضاع بالفعل كانت متأهبة وكانت على أهبة الاستعداد، فهي يعني قامت بدور إشعال الفتيل رغم أنها تحدثت أن تايوان لها دور ديمقراطي، ولا نستطيع أن ننكر دور تايوان، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بسيادة تايوان، فالأمر فيه تداخل، ودائما الدور الأمريكي يعني لسه يعني لم تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية وما قامت به دور الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، وثم عادت وقالت أنا لا أدخل في حرب مسلحة. نفس الوقت نفس التصريحات ونفس الخبراء السياسيين يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست على استعداد الدخول في أي حرب مسلحة، ولكن الذي حدث أن يعني زاد التصعيد والتوتر بين تايوان والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. هل في رأي حضرتك مناشدة الخارجية التايوانية للمجتمع الدولي يمكن أن تعيد تكرار المأساة بتاعة الاتحاد الأوروبي واجتماعه والإدانة والعقوبات، وأمريكا من تحت الترابيزة تمد تايوان بأسلحة، وفي النهاية يكون اللي قالته ماري لوبان النهاردة، قالت أن العقوبات على روسيا أضرت أوروبا أكتر ما أضرت روسيا وفشلت تماما فيما أرادته، فإيه اللي هتسفر عنه الأيام القادمة في العلاقة ما بين تايوان والصين؟ نعم نعم، نحن ننخرط في حرب يعني ما بين الدول العظمى وحرب البقاء للأقوى ما بين الدول الكبرى، فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تسيطر على المشهد وما زالت هي الدولة العظمى وفي عالم أحد القطبين إلى الآن، فهي تحافظ دائما أو تحاول دائما على المحافظة على هذا الوضع، أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى المهيمنة، خاصة بعد الصعود الصيني المشهود سياسيا واقتصاديا وعسكريا وفي جميع المجالات، وطبعا الصعود الروسي في المجال العسكري وغيره، فالولايات المتحدة الأمريكية بتنخرط ما بين الدول التي هي في الأساس على علاقة متوترة مع الدول الكبرى مثل الصين ومثل روسيا، فهي بتقوم بدور الداعم وبدور التعاون مع تايوان كما فعلت من قبل مع أوكرانيا، وعندما تندلع الحرب بالفعل وينخرط البلدين تتخلى وتقول أنا لا أدخل في حروب تسليح، وتنخرط هذه الدول ويعني ويظل بقى النزيف الدموي للاقتصاد وللتسليح ما بين الدول، وتظل هي الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشهد الأكبر. فأعتقد أن المشهد يتكرر مرة أخرى في تايوان والصين، وطبعا العالم لا يحتمل أزمات أخرى، خاصة نحن نواجه أكبر أزمات منذ عدة عقود، أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، فأعتقد الأيام القادمة سوف تشهد أكثر سوءا خاصة في الملف الاقتصادي والملف الغذائي وملف الطاقة. طب اسمحي لي أسأل حضرتك عن هؤلاء التايوانيين وهم في الأصل صينيون ويفكرون بشكل جيد، يعني هل لم يتعلموا من درس الكويت ودرس أوكرانيا ودرس أفغانستان وكل الدروس اللي أمريكا حاولت تساند بعض الشعوب يعني من أجل الديمقراطية، وبعد كده الشعوب دي نفسها هي اللي بتعاني تقتل وتهزم وتشرد وتجوع؟ نعم، واستشهدت بذلك وزير الخارجية الصين في حديثها للعالم، يعني استشهدت بذلك عندما ساندت الولايات المتحدة الأمريكية عدة دول من ضمنها أوكرانيا من ضمنها هونغ كونغ من ضمنها عدة دول، كل ما ساندته الولايات المتحدة الأمريكية أدى في النهاية إلى دمار هذه الدول. أعتقد أن الشعب أو جزيرة تايوان بالأخص يعني أعتقد أنها ترى
جميع ما يحدث من أحداث عالمية متأهبة متوترة، وأكيد لديها الخبرة ولديها المعرفة، فلا نعلم أين الأزرع الخفية التي بتدفع بالحكومات أن تقع في هذه الوقيعة التي بتعمل على انهيار الشعوب وأن تنغمس وتتوتر الأمور إلى أن يتم التصعيد للتسليح. فيعني هذه لعبة شيطانية ولعبة الدول العظمى ولعبة الدول الكبرى، ولكن في النهاية دي كلها لها تأثير على العالم بأكمله. حتى الدول الاتحاد الأوروبي لم يسلم من هذه المخططات، وأوكرانيا يعني وما حدث لها من انهيار اقتصادي أو ما تشهده يوميا من أزمات طاحنة، والقادم جزيرة تايوان، والصين سوف تنخرط أيضا في هذه الحروب. يعني أعتقد هذا ما تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية لتظل هي مسيطرة على المشهد العالمي والمشهد الدولي. شكرا جزيلا دكتور غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ 8 أغسطس بعد 4 أيام العمل بالأوكازيون الصيفي، وبيستمر لمدة شهر. من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون يتوجه مسبقا لمديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع محله في دائرتها أو الواقع مصنعه في دائرتها للحصول على الموافقة، بشرط التزام هذه الجهة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة، ويكون معه بيان عن الثمن الفعلي أو الثمن الأول اللي كانت بتباع به خلال الشهر السابق على التصفية. دكتور علي المصلح وزير التموين والتجارة الداخلية بيقوم بكافة التيسيرات الخاصة بالإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2022 لتوفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية للتأكد من طرح منتجات جيدة وبأسعار مناسبة. أستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني رؤية حضرتك للأوكازيون كفكرة في هذا التوقيت اللي بيعاني فيها الشعب المصري معاناة كبيرة من زيادة الأسعار، ويعني هل حضرتك شايفة أنه ده بينضم يعني قافلة من المسكنات بتحاول الحكومة أنها تنقذ الأسعار الكبيرة، وهل ده بيقابله سياسات قوية للحد من هذه الزيادات في الأسعار أو زيادات صارمة لمن يزيد أسعاره بلا يعني مبرر، خصوصا أنه حماية المستهلك يعني ما يعني فضلت. طيب خلينا بس نتكلم في البداية، الأوكازيون بيتعمل كل موسم. أي. وده تقريبا المعاد القريب كل موسم. أي. يعني ده مش حاجة جديدة، ده بيتعمل طبعا طبعا عشان داخلين على سبتمبر ولبس المدارس والحاجات دي. بالضبط. فالأوكازيون إن شاء الله هيبدأ من يوم 8 أغسطس وهيقعد لمدة شهر. أي. لكل محل أسبوعين. تمام. طبعا اتجاهات القيادة السياسية لمحاولة السيطرة على الموقف وتبعياته طبعا من خلال طبعا الظواهر أو الأحداث اللي موجودة على الساحة اللي متأثر بها كل القطاعات وتحديدا قطاع الملابس الجاهزة. كان رئيس عبد الفتاح السيسي أقر بقرار بتخفيض 150 صنف ومنهم أكثر من 60 صنف لتخفيض التعريفة الجمركية بتاعتهم على الخامات المستخدمة ومستلزمات الإنتاج. طبعا احنا عندنا سلسلة التوريد بتبقى كلها حلقات متصلة ببعض، لما بيتخفض التعريفة الجمركية على بعض الخامات اللي ممكن تستخدم ده في الآخر بيوصل المنتج الأخير ان سعر يكون سعر كويس. دي أول حاجة. تاني حاجة، وده تشجيع طبعا لصناعة الملابس المصرية وهي من أشهر صناعات الملابس في العالم الحقيقة. بالضبط. زائد أن التوجهات أكتر في الوقت الحالي التركيز على الصناعة المحلية. احنا عندنا كل الإمكانيات المتاحة أن احنا نصنع كويس، وإحنا بنصدر كمان. يعني احنا عندنا الربع الأول من 2022 صدرنا لدول كتير، أوروبا وأمريكا ودول عربية، ويمكن على رأس كل الدول دي أكبر نسبة تصدير للولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا أنا لما باجي أقارن بقارن الوضع الحالي
بالوضع في السنه اللي فاتت يعني. فاحنا الدنيا عندنا طب كان عندنا ازمه يا استاذه سماح في الشعبه اللي حضرتك متخصصه فيها، وهي الفينش او النهائيات الاطراف الصناعات الطرفيه في كم القميص، في كم البلوزه، في فتحه الزرار اللي الواحد بيقعد يزق فيها. هل التفتنا لاهميه هذا الفينش وخلينا احنا خلاص يعني قطعنا مسافه جيده في فكره الذوق والباترونات والتفصيل والازياء والشكل والالوان وتناسقها والتفصيلات، لكن فكره الفينش دي بقى ايه اخبارها؟ طبعا الفينش ده احسن حاجه عندنا. ليه؟ لان احنا بنصدر بره. المنتج المصري هتلاقي حضرتك في محلات كتير كبيره في اوروبا وامريكا ودول عربيه كتير، هتلاقي الصناعه محليه 100% منتج مصري صنع في مصر. الفكره ان في بعض المصانع بتحاول انها تخفض في التكاليف، وده خلينا نقول دي مصانع صغيره او ممكن تكون تكاد تكون ورش، لان المصانع ما يعديش عليه حاجه زي كده، لان بيبقى في عنده في المصنع عمال محترفين دايما بيدربهم، عندهم مشرفين لكل خط انتاج، فما ينفعش ان هو يطلع قطعه تكون منخفضة سواء كان في التشطيب الأخير ليها أو في شكلها العام بشكل كبير. ليه؟ لأن هو هيفقد شريحة كبيرة جدا من المستهلكين. طب هل الغرف التجارية اللي حضرتك عضو مجلس إدارة واحدة منها لها الحق في متابعة هذه الجودة حتى من المصانع الصغيرة؟ طبعا احنا بنتابع ودايما بنقول للناس تعالوا هنديكوا دورات تدريبيه، في دورات تدريبيه كتير قوي بتبقى مدعمه للعمال، وطبعا وزاره التضامن الاجتماعي برضو شريكه في موضوع زي ده، انها بتاهل العمال لفرص تدريبيه كبيره جدا بتساعدهم ان هم يتخطوا اي مشاكل. وزي ما بقول لحضرتك احنا المنتج المصري منافس. طيب اخر حاجه عايز اسال حضرتك عليها الاجراءات الاخيره لمنع الاستيراد، وهي اجراءات جيده علشان يعني الحفاظ على العمله من النقد الاجنبي في الداخل، وفي نفس الوقت اعطاء الفرصه لصناعه الملابس المصريه لكي تنتعش اكثر فاكثر. وعايزين نرجع نشوف زي ما كنا بنشوف في افلام زمان في السينما، الناس كانت بتفتخر انها بتشتري ملابس من صنع بلدها، مش الفرنجة الكدابة اللي دخلت لنا في السبعينات برضو مع الانفتاح الاقتصادي، انه بيفتخر بانه بيلبس. وللأسف عندنا بعض الفئات من الشعب بيعملوا حفلات رايحة جاية والتلفزيونات تقعد تصور عشان يقول القطعة دي، ويقول اسماء بقى، اسم المصنع واسم الشركة واسم البراند اذا كان راجل ولا ست. دي حاجة تحزن. فهذه الاجراءات الاخيرة في رأي حضرتك سببت ولا لسه ما شفناش نتائج من انتعاش صناعة الملابس في مصر على أثر هذه الإجراءات من منع الاستيراد؟ مفيش إجراءات تمنع الاستيراد أبدا، دي معلومة خاطئة. يمكن الفترة اللي احنا فيها والأحداث اللي زي ما قلت لحضرتك في البداية المتوترة، خلينا نقول الحرب الروسية الأوكرانية، وكمان التوتر السياسي ما بين أمريكا والصين، ده يمكن مؤثر، فخلى الفدرالي الامريكي برضه هو بقاله فتره عمال بيعلي في الفايده على الدولار، فالدولار عالي، فطبعا ده هيأثر على المستورد، لما يروح يستورد هيمر بشويه تفاصيل كتير قوي، وهيلاقي في الاخر المنتج الاخير داخل له غالي ومش هيعرف يبيعه كويس، فطبعا هو الاتجاه دلوقتي للمنتج المحلي. لان زي ما قلت لحضرتك المنتج المحلي منتج منافس، وحاليا الدولة مش حاليا من قبل كده كمان الدولة موفرة كل الإمكانيات المتاحة للمصنع المصري إن هو يقدر ينتج. دلوقتي في مدينة جديدة للغزل والنسيج في بني سويف، دي مدينة جديدة، وفي أكتر من المدن الصناعية اللي الدولة وهيئة التنمية الصناعية بتقدم دعم كبير جدا لأصحاب المصانع، فاحنا لازم نرجع زي الاول وهنكون احسن من الاول. امين. وانا عايزه اقول لحضرتك ان دلوقتي اي مستورد قبل ما يفكر يستورد هو بيفكر 1000 مره في المشاكل بتاعه الاحداث الحاليه، وفي الاخر هو عنده منتج مصري منافس للمنتج الاجنبي. صحيح. طب هو ليه ما يصنعش هنا؟ بشكرك يا فندم. فالنسبه ابتدت تختلف شويه يعني. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا الاستاذه سماح هيكل عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره عن شعبه الملابس الجاهزه.
أروح مع حضراتكم لجمهورية السودان الشقيق اللي تلقت اليوم الخميس أولى شحنات المساعدات المصرية اللي بتبلغ 174 طن من الأدوية والأمصال المضادة للجفاف والأغذية والأغطية والخيام، وستتوالى وصول هذه الدفعات والشحنات على مدى الأسبوعين المقبلين في إطار فعاليات الجسر الجوي المصري للسودان. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السودانية سونا مساء الخميس، تمنت وزيرة الحكم الاتحادي بوسينة دينار في السودان خلال استقبالها الشحنة دور الحكومة المصرية وشعبها، وأكدت جاهزية وزارتها لاستقبال أي مساعدات إنسانية من مصر الشقيق. أشارت أيضا أن الجهات المعنية بالمساعدات هي مناطق الصراعات الأخيرة اللي حدثت في كل من ولايات النيل الأزرق وكسلا وغرب دارفور، ولفتت إلى جهود اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق أول شمس الدين كباشي وعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمر في السودان في تذليل الصعوبات ووقف الصراعات في هذه الولايات. نتمنى أن تقف الصراعات في كل أماكن العالم مش بس في ولايات السودان. وزارة السياحة والأثار تطالب جميع المنشآت الفندقية والشاطئية باستخراج كرت الثبات المكاني من إدارة المساحة بموجب خطاب رسمي من جهة الولاية، سواء التنمية المحلية أو المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية. الوزارة بتؤكد أن وفقا لتعليمات الرئيس بحماية الشواطئ المصرية وطبقا للتقارير الواردة من اللجنة المشكلة لبحث انتشار ظاهرة قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بردم أجزاء من البحر والبناء عليها، والتي تضمنت توجيه المنشآت باستخراج كارت الثبات المكاني مع التأكيد على عدم إجراء أي تعامل مستقبلي مع القرى السياحية القائمة والمشروعات المستقبلية إلا بعد استخراج هذا الكارت بالمجان لأول مرة، مع تحديد قيمة مالية لتجديده 500 جنيه مصري. الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين في مصر، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. حضرتك كويس؟ الحمد لله، احنا بنشكر طيب. حضرتك يا رب دايما بخير. يعني هذا الكارت بمعنى انه تحديد المساحة بتاعت القرية او الشاطئ بحيث اي معاملات جديدة لردم جزء من الشواطئ وعمل ممشى او عمل مارينا او عمل اي شيء يتم الحساب عليه، ولا ايه فكرة الثبات المكاني دي؟ طبعا احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لما بيوجه لتعليمات الهيئات المنشآت الفندقية والشاطئية باستخراج هذا الكارت اللي هو كارت الثبات المكاني من إدارة المساحة، اللي طبعا بيبقى له فايدة كبيرة جدا ان ازاي المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية ما ترميش ردم في الشاطئ وتاخد منه جزء من الأجزاء اللي هي خاصة بالشواطئ. فطبعا الكارت ده هيبقى له فايده كبيره جدا، بيحدد مكان الثبات المكاني للفندق او للمنتجع السياحي بحيث اللي يبقى فيه حمايه لحمايه الشواطئ التابعه لوزاره الري، والكارت ده هيبقى باذن الله ان شاء الله هيبقى نهايه استخراجه اخر اكتوبر المقبل، وده لموعد تلقي التصالح والتقنين لاصحاب وملاك المنشات السياحيه والفندقيه. طبعا الشواطئ ديت موجوده كتير جدا في على مستوى الجمهوريه وبتتبع البحر الاحمر، وفي قانون بينظم هذا الموضوع اللي هو قبل 1/9/2016، وبتتضمن الاخطار بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون، وذلك للجهات الولايه الواقعه في نطاق الولايه المخالفه وتقديمه للهيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ. طيب يعني اكيد كمان البحر المتوسط، اشمعنى البحر الاحمر بس حضرتك؟ طبعا هي عندنا الشواطئ اسكندريه ومرسى مطروح والمنطقه اللي بينهم كلها. طيب خليني اسالك عن فكره، بصرف النظر عن جهات الولايه والكلام الصعب ده علينا، المهم ان هو يبقى عارف هيقدم ده لمين وياخد الكارت منين، مش دي الازمه. لكن خليني اسالك، حتى لو ما بناش ممشى او مارينا او ما شابه، هيبقى في ممكن زي ما حضرتك تفضلت بيرمي رمله، هو بيرمي رملة كل سنة عشان ينعش الشاطئ بتاعه، فممكن يرمي رملة على جزء من البحر ويمد الشاطئ بتاعه يوسعه، وبالتالي بالراجع يوسع المكان اللي هيبني فيه، مش كده برضه؟
طبعا طبعا طبعا. في حالة المخالفة بقى هيبقى ايه الموقف او عدم التقدم لتوفيق الاوضاع، هيبقى ايه الموقف؟ لان في ناس بنية بالفعل على هذه المناطق. هو طبعا في لجنة عليا للتراخيص المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 في سنة 2016 لدراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها. حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 من قانون الموارد المائية والري اللي هو رقم 147 لسنة 2021. طبعا والكلام ده منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2021. تمام. اللي هو بيختص بالتصالح والتقنين وله لائحة لكل من يجرؤ لهذا التعدي. ولذلك هو الحفاظ، القانون معمول للحفاظ على الشواطئ وعدم الردم في البحر. تمام. يعني احنا كتير كنا يعني بعض الناس تقول لك ايه الدولة فاقت على الرقعة الزراعية مش هنبني عليها، طب احنا هناخد القرى السياحية بتاعتنا ونقعد نمد في البحر. علشان في كتير بقى بنسمع عن ما يسمى بظاهرة النحر، ما هي هذه الظاهرة اللي شفنا لها مؤتمرات ببعض الجمعيات الاهلية مؤخرا علشان دي اللي بتعمل على تآكل الشواطئ؟ طبعا هي الظواهر دي بتاكل من فعلا من الشواطئ وبتغير المعالم اللي موجودة في الخط كله، وكل واحد بيتمادى في ردم البحر او الكلام ده. لا، النهاردة في قانون بينظم هذه المسألة وفي رقابة من وزارة الري ومن هيئة التنشيط ومن إدارة المساحة. طبعا أي ظاهرة بتحدث بعيدة عن هذا النطاق فالقانون له صدد كبير جدا للتعدي أو الحفاظ على هذا الموارد المائية اللي موجودة للمصريين. طيب أنا بشكرك جدا يا فندم أستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين في مصر، بشكر حضرتك جدا. والحقيقة مسألة النحر او التعرية البحرية ديت هي اللي بتتسبب في زوال الشواطئ بسبب المد والجزر، بسبب الامواج العاتية، بسبب التصريف والحمل. يعني الحقيقة موضوع محتاج فعلا زي ما الدولة فعلا بدأت ان هي تاخد بالها وتحافظ على مساحة الشواطئ اللي عندنا، لانه يعني الدخول للبحر كل شويه برضو مش صح، يعني ما هواش ده الحل يعني. طيب انا بشكركم. فاضل بس معايا خبر واحد عن فتح باب الالتحاق بالمعاهد الفنيه الصحيه للجنسين في وزاره الداخليه، ومعانا فيديو حول هذا الامر نشوفه ونرجع مع حضرتكم. اتقدم بال القطاع الطبي في مصر، أطباء وأطباء تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان، في الشدة بيبان اللي بيحب مصر. هنا مصر منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف، في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية، أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل، بخاصة في مجالي التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور، وعامي 2021 و2022 للإناث،
بحد أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%. مدة الدراسة بالمعاهد عامان. يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة معاون أمن ثالث، يترقى بعدها في الدرجات المختلفة. الطالب يقضي 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 أغسطس حتى الأحد 11 سبتمبر بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر. زمايلي نبهوني كمان لقصة مهمة جدا في الحفاظ على الشواطئ، الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتحديد، لأنها كنوز العالم كله يعرف قيمتها جيدا، وإحنا بنعمل رحلات للغطس وبنعمل رحلات للغواصات اللي مش هيقدر يغطس كسباح يعني ببدلة غطس وأنابيب وكده، بيتعمل زي تلفريك بس مائي بقى، غواصة بتنزل تحت وتبقى واقف أو قاعد وشايف حواليك من الإزاز الشعاب المرجانية وجمالها والأسماك بألوانها. هي موضوع كبير جدا، محتاجين فعلا ان احنا نكون بدأنا في الحفاظ عليه لألا لا قدر الله تتآكل او تموت او تختفي شواطئنا وشعابنا المرجانية وثروتنا السمكية الملونة المزركشة الجميلة، خصوصا في البحر الأحمر وما تدره من عائد سياحي كبير جدا على مصر. كمل أخبارنا مع حضراتكم برضو عن الصحة. وزارة الصحة والسكان نظمت النهاردة احتفال بمناسبة فعاليات الأسبوع العالمي للرياض الرضاعة الطبيعية. الاحتفال ده بيقام سنويا في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالتعاون مع منظمات اليونيسف، هيئة إنقاذ الطفولة، برنامج الأغذية العالمي WFP. دكتور حسام الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بيقول ان الاحتفال بيتضمن بالفعل عقد مؤتمر علمي للإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، تم خلاله عقد جلسات علمية لمناقشة مستجدات أساليب تعزيز صحة الأم من خلال تطبيق الإرشادات الصحية الدولية، فيسيولوجيا الرضاعة الطبيعية، سبل تعزيز صحة الطفل بداية من مرحلة الجنين لتحقيق حياة صحية سلمية، وتم استعراض مؤشرات الرضاعة الطبيعية للأطفال في مصر وتأثيراتها اقتصاديا واجتماعيا. طبعا معروف أنه بسبب التلوث أصبح مسألة الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية ما بقتش أبدا زي 50ات القرن الماضي حتى ولا 60ات، يعني بقى كله بيستسهل فكرة العملية القيصرية في الولادة والرضاعة مش طبيعية، لكن يظل الطفل الأقوى والأكثر قدرة على مواجهة الأوبئة والكوارث هو الطفل المولود بشكل طبيعي واللي رضع رضاعة طبيعية واللي تربى تربية صحيا سليمة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات المختلفة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بكل من محافظتي الوادي الجديد ومحافظة بورسعيد بكافة أجهزتها التنفيذية. التدريب بدأ بعرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم بما لديهم من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة المحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهتها ومجابهة مثيلتها من الأزمات باستغلال أمثل لموارد محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد والمحافظات المجاورة طبقا للتنسيقات المتفق عليها. الأرصاد الجوية
نروح مع حضراتكم للأرصاد اللي بتكشف عن موعد وأماكن سقوط الأمطار في الأيام المقبلة. الأرصاد كانت نبهت أنه من النهاردة لغاية الثلاث اللي جاي ممكن يبقى فيه أمطار وممكن تبقى رعدية على بعض المناطق. يعني في العالم كله بعد الحر الشديد تبص تلاقي مطرة شديدة، الدنيا اتلخبطت، وعشان كده بنتابع مؤتمرات مكافحة التغيرات المناخية. خريطة التنبؤات اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتكشف انه اعتبارا من السبت وحتى الثلاث متوقع ان مصر بتشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، شمال الصعيد. والهيئة بتشير لانه من المتوقع في الفترة دي من السبت للثلاث القادمين وجود فرص امطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، قد تكون رعدية احيانا واقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة. يعني كده الحمد لله انه الموضوع ان شاء الله يكون بسيط ومش بيطال الا رقعة بسيطة، وان شاء الله يكون مفيد في الزراعة. بشكركم جدا. الى هنا تنتهي اخبارنا لهذا اليوم. بعد فاصل قصير نناقش فكرة حوادث الطرق وكيف تقدمنا فيها أو تأخرنا على حسب ما هيقول لنا ضيفنا الكريم دكتور محمد الصادق، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي. تفضلوا.